وللوقوف أكثر على أوضاع المعاقين إثر العمليات العسكرية في العراق وحالة الإهمال غير المبرر الذي يلاقونه من قبل الحكومة، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أهلا بك معنا سيد عبد الله. أهلا وسهلا بك ومشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ عبد الله. بداية، في عمليات الموصل أو ما يسمى بالحرب على الإرهاب عامة في العراق كانت الفاتورة كبيرة جدا على المدنيين، لماذا برأيك أغلب الضحايا ضحايا العمليات العسكرية الأخيرة أو ما تسمى بالحرب على الإرهاب كانت هذه الفاتورة من المدنيين؟ الحرب على الإرهاب في العراق لها عنوان ظاهري واستراتيجيات مبطنة. لو أخذنا الموصل كمثال، الموصل كمدينة مكنت من الاحتلال للميليشيات. القوى الإرهابية اللي موجودة غير متمكنة باحتلال مدينة بحجم الموصل، فمكنتها القوى السياسية من الاحتلال، وهذا ما أثبتته تقاريرهم البرلمانية والحكومية. أكدت على أن هناك شخصيات وقوى سياسية بارزة في العملية السياسية مكنت داعش من احتلال الموصل لأهداف استراتيجية لها، بدليل أنه بقت داعش في مدينة الموصل سنتين متتالية. هذه السنتين لم تتعرض القوى الإرهابية لأي عملية إشغال، وهذا ما شاهدناه مثلا او قرانا في تاريخ مصر، انه لم تقبل مصر ان تترك الاحتلال الصهيوني بعد 67 الا بمشاغلات واستنزاف. لما ما جرى بالموصل ترك هذا العدو الارهابي يتمكن من تقويته وتمكين ذاته من القوه الدفاعيه وتحصينها بشكل جيد لاهداف استراتيجية تهدف لها هذه القوى. وتجمعت كل القوى الإقليمية والدولية على الموصل بأهداف كل لغايته. وأثناء عمليات كلهم اتفقوا على تشكيل طاولة مستديرة لمناقشة أوضاع الموصل بعد التحرير. إذن هناك أهداف ضد الموصل، وهي عملية إفراغ الموصل، وإفراغها بدليلهم أوجدوا مخيمات تأوي أكثر من مليون إنسان بجوانب المعركة، وهذا أكثر طيب سيد من عبد الله. أهالي مدينة الموصل نفسها. عفوا، لكي نركز على موضوع يعني المعاقين وما خلفت هذه الحروب على الأهالي هناك من مصائب وويلات، هذه العمليات كما تعلم كما تخلف قتلى تخلف أيضا معاقين وجرحى. هؤلاء المعاقين برأيك هل تلقوا الرعاية اللازمة من الحكومة؟ هل اهتمت بهم على خير ما يرام؟ أنا كمتابع سياسي علي أن أعرف من هي الحكومة وما هي شكلها وكيف أن تقدم الخدمات. هذه مهمة بالنسبة للسياسي، ليس بالنسبة للقارئ العام. فإذا أنا أجي أبحث في هذه الحكومة. هذه الحكومة دخلت مع المحتم عام 2003، أول أعمالها في الأسبوع الأول هاجمت مقر جمعية أو ما يسمى جمعية الأمل أو الأمل النموذجية لمعاقي الحرب العراقية الإيرانية، وأيضا مركز تأهيل آخر مهم وكبير قرب حي في بغداد، وكذلك البصرة والعمارة. دمرتها تدمير كامل وكسرت وحطمت جميع ما ممتلكات وآثاث ومستلزمات الرعاية لهذه المراكز بحقد مقصود، لأنه هذه الناس حاربت إيران. فإذا هذا الإنسان وهذه السلطة التي تحارب المواطن العراقي الذي دافع عن بلده بغض النظر عن الهوية السياسية له أو بغض النظر عن دوره في الحرب، لكن هو دافع بحقد مقصود سياسي، فهذولا هل ممكن أن يقدموا خدمة للمعاق العراقي؟
هم للإنسان الطبيعي ما يقدرون يقدموه، فكيف يقدمون؟ إذن يعني التقصير متعمد هنا. التقصير متعمد، تريد إيصال فكرة أن التقصير متعمد هنا؟ 100% متعمد، وهذه السلطة متعمدة لقتل العراقيين جوعا وبالصحة وخصوصا المعاقين. المعاقين هم الشريحة الاجتماعية الأكثر تضررا من جراء سياساتهم. نعم. تداخل المسؤوليات، لما تريد أي معاق يريد يراجع فيجد تداخل المسؤوليات عديدة في عند هذه السلطة، يا إما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو الهجرة والمهجرين أو وزارة الصحة أو وزارة النقل، لأنه تنقل لازم المعوقين إلى مكان عملهم. فهذه السلطة لم تقدم أي خدمة طبية للمواطن العراقي بما فيهم هذه شريحة المعوقين، منظمة اللي هي بحاجة ماسة إلى هذه الخدمات. منظمة الصليب الأحمر من جهتها أنشأت مصنعا صغيرا في الموصل للأطراف الصناعية. السؤال هنا، هل يغطي مثل يعني هكذا معمل أو مصنع كافة الحالات الناجمة عن مخلفات العمليات العسكرية والتي تخلف ضحايا من المعاقين حتى هذا اليوم؟ منظمة الصليب الأحمر دول منظمة دولية، إمكانياتها في العراق محدودة. بعد هذه الإمكانيات لا تكفي لعلاج، بعدين هم دورهم محدد في تأهيل جسدي ونفسي لا أكثر. أما المرحلة الأخرى هي الأهمية الجانب المعاشي، هذا الدور ضعيف جدا، لا يكفي نهائيا بسد حاجة المعاقين عددا وإمكانيا. يعني أقصد العدد، أنه العدد موجود كبير ولكن هم استيعابهم ومراكزهم تستوعب أماكن قليلة، أعداد قليلة، ولكن المصابين عددهم كبير جدا. هذه الفروقات التي يعاني منها المعاق في هذه المناطق. نعم، إذن كنت معنا عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، كنت ضيفنا عبر سكايب من كوبنهاجن، شكرا جزيلا لك.